جلسة مع شخص مؤثر لمدة ساعة تغير اتجاهاته تماما، وينتغير من شخص إلى شخص آخر، ويكون شخص ناجح ويقدم شيء للمجتمع. فإخوان، أكثر من مجالسة الأشخاص الناجحين، الله، سوف تجد في الميدان أشخاص مثبطين. بتحصل، هتطلع من قناة بداية، تطلع في الشارع تقابل الناس، بتحصل الناس اللي بتتكلم الناس اللي راضية وتثني وتمدح، والناس اللي بتتكلم عليك، وهذا شيء طبيعي. لكن هؤلاء الأشخاص اللي بيتكلموا على الشخص الناجح، فترة من الفترات ما يستطيعوا أنهم يتكلموا. ليش؟ لأن كل الناس تشهد بنجاح هذا الرجل، فيكونون إيش؟ معه إجباري. حلو، إيه، لابد أن يكونوا مع إجباري. ولذلك أخوان، التعامل مع الأشخاص الناجحين هو مقياس أو هو الهدف والوصول للنجاح. المؤمن قوي بإخوانه، المجتمع اللي حولك. ولذلك مقومات النجاح عندك: علاقة الشخص بربه، علاقة الإنسان بالبيئة، علاقة الإنسان مع ذاته. علاقة الإنسان مع ربه كلنا نعرفها، اللي هي العبادات والطاعات، هذا موضوع الجميع مشترك فيه ويعرف. لكن علاقتك أنت مع ذاتك، الذات عندك، إيش تقديرك لها؟ كثير من الناس ما يعرف يقدر ذاته، وخصوصا صغار السن. أبنائنا لما تيجي تقول له تعال أنت متميز في إيش، يقول غالبا ما أدري، يسكت شوية، قال والله ما أدري. ليش؟ يقول ما أدري، لأن التربية السلبية اللي مرت عليه، التحطيم، اسكت لا تتكلم، أطلع في رجال في المجلس، من الكلمات اللي يسمعها دوما، يتعرض الصغير إلى 150 ألف كلمة سلبية، إلى 200 ألف كلمة سلبية في من سن 8 سنوات إلى 18 سنة، يتعرض لهذه الكلمات السلبية. بينما الكلمات الإيجابية من 400 كلمة إلى 600 كلمة في خلال هذه السنوات الطويلة. كم تؤثر، تتعزز في العقل اللاواعي، كم تؤثر على هذا الشخص؟ نحن نقول الشخص هذا على سبيل المثال، الأب لما يجي يصحي الولد لصلاة الفجر، مع احترام شديد وسلامة الطيبين، بس يعني سامحوني على بعض الأشياء، لما يجي يصحي الولد يقول له قوم يا هبل صلي، أذن قوم. طيب، هذه كلمة واحدة. صادق والله. ما في قوم. تكسي. هو صادق. لا بس ما نقدر الألفاظ. يعني الذوق العام، لازم الرأي الذوق العام في الألفاظ. فننتقي بعض الألفاظ الحلوة. صحيح والله. مش يصلي الأب، جات الأم أقام الصلاة، الأم قالت لي يا أهبل أقام الصلاة وأنت نايم. عطتها الثانية. هذه الكلمة الثانية. رجع الأب قال الغبي قام يصلي. كم كلمة سلبية؟ ثلاث كلمات سلبية على الريق. لسه اصلا ما افطر قبل تفتح العيون. والله على فيك. طلع من البيت رايح المدرسه بسرعه يا احمد. شوف الشباب عشان والكاميرا، مرر الكره، الحمد لله، لاني قلت بغير اليد الثانيه. طيب، مرر الكره ولا مرر الكره؟ مرر الكره. نعم. طيب، اللهم صل على محمد. طلع الولد من البيت، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان نشئ تحيتهم اللعن، نشئ صغار السن فعلا. يقابل زميله وهو طالع من البيت، قال يا هو، ذكر لفظة سيئة، دقيت عليك أمس وما رديت علي، مثلا الله لا يوفقك، الله يلعنك، دقيت عليك وما رديت علي، الكلمات هذه مصيبة. ودوما السب والشتم هو الثناء والمدح، معروف هذا الشيء، فلان والله فلان مجرم، فلان حيوان في لعب الكرة، فلان من الكلمات المعتاد تعود. طيب، أيوة. يعني مدح، هذه تعتبر مدح. صادق، أعوذ بالله. حديث هذولا هو أعتقد أنهم سقارون ولا النشئ، قال لهم السقارون. السقارون النشئ اللي موجودين في هذا الزمن اللي هم صغار السن، تكون بينهم هذه الألفاظ. وصل المدرسة، الوكيل ولا المدير ولا، ادخل يا أهبل، ادخل يا بغل، الطابور، الغبي. رجع البيت حديقة حيوان على العموم. متكامل. نحن نقول أنها تعززت، نحن نقول أنها استدبغ، ما يحس. نقول دوما عن هالشخص أنه ما يحس، يضحك كل ما سب واحد يضحك، نحن نقول أنه ما يحس، لا، هو يحس وتعززت عنده في العقل اللاواعي.
متى تخرج هذه الكلمات أو متى يخرج أثرها؟ يخرج أثر هذه الكلمات في المواقف، لما تيجي تقول تعال أوقف أبغاك تلقي كلمة أمام الناس، أول ما يبدأ يمسك الميكروفون يبدأ إيش؟ يرجل يصاب بما يسمى بالرهاب الاجتماعي بسبب الكلمات، لأن يخطر في باله تطلع الكلمات، يقول معقول أنا اللي فيه كذا وكذا وكذا إني أستطيع أتكلم أمام زملائي؟ شفت كيف تخرج هذه الكلمات؟ ولذلك بعضهم من صغره وهو حتى يكبر وهو يتعرض إلى التوبيخ وإلى التهزيء وإلى السب، لما يكبر يتزوج ويسوي له مناسبة قال فلان بالله تعال عندي الليلة أنا عازمك، أول ما يدخل يحصل الناس كلهم هذولا جايين عشاني داخليا، ايش الاشياء اللي احتجاز رعب المعنوي ولا خوف ليه يقول ما معقول، حتى اذا صار بيمشي بيسلم الفناجين والكاسات كلها تنشات من الربكه والخوف. صحيح. طيب ننظر للجانب الاخر، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغار السن كيف كان يتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله، هل كان في يوم من الايام يوبخ؟ ابدا. هل مجتمع الصحابه رضوان الله عنهم كان يهزئ؟ ابدا. انظر العزه، اولا عبد الله بن عباس كان يجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير في السن، وعلى يسار النبي صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة رضوان الله عليهم. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال صغير خلنا نعطي الكبار، كان يشرب اللبن. أولا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يربي تقدير الذات في هذا الصغير استأذن منه، هل تأذن لي؟ الجانب الآخر الصغير كانت عنده عزة، ما قال لي والله أعطيهم لأنهم كبار، كانت أنت إذا قال والله لا أثر أحدا بحقي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. العزة موجودة. صغار الصحابة في غزوة أحد لما منع النبي صلى الله عليه وسلم صغار الصحابة من الغزوة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم غلامين 15-14 سنة. فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا رامي، وقال الآخر يا رسول الله وأنا أصرعه، يعني أنا أستطيع الرمي. كل واحد منهم بحث عن نقطة القوة التي ينطلق منها. الله. لكن عندنا صغار لما تيجي ما يعرفش نقطة القوة اللي ينطلق منها. كيف تشجع الابن؟ لما نبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعامل ونعرف الشاب والغلام الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، غلام يعني سن صغير، أتى النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع حتى أن الحسين يعني كان يصلي ويسجد وهو على ظهره. لا احنا عندنا يعني أو غالبا من حسن التربية يعني ما نهره. أنا مبسوط كثير من تربية أخواننا المصريين مع أولادهم صراحة. المصريين في تربية الأبناء تحصل الصغير يتكلم والكبير يتكلم، تحصل العائلة كلها مع بعض، هم ماشيين في الحديقة كلهم يتكلمون. صحيح. ولذلك الطلاقة مرتفعة عندهم. صحيح. جدا. مرة صليت في الجمعة في جدة أنا والولد ولدي، طلع قبلي مصري ولده الصغير يتناقش معه في خطبة الجمعة. الله ما شاء الله. والولد طلع جنبي قال لي بابا اي مطعم نتغدى؟ اختلاف ثقافة. الله، كلنا على همه سرع. يا سلام. فاختلاف الثقافات. هذه لفتة بسيطة. طبعا في عندنا مجموعة العاب تدريبية هنا، لكن كل منها تخدم هدف من الاهداف، حنشتغل عليها كلها مع بعض. يا سلام. الغرض مننا اننا كيف نكون فريق واحد؟ كيف نستطيع أن نتعامل مع الآخرين وندير الآخرين من حوالينا؟ كيف أكون قدوة؟ طبعاً الكلام وكثرة الكلام ما يصلح قد ما تكون إيش؟ الأفعال. لو كان الكلام ينفع من البداية، طيب كان من وإحنا صغار تعلمنا إلى يومك هذا، لو يبقى الكلام أثر الكلام لو يبقى كان كلنا علماء ولا كلنا عباقرة، لكن ينسى. ولكن تبقى الكلمات المرتبطة بأثر، الكلمات اللي مرتبطة بأثر، ولذلك ما تنسى أي موقف حصل لك، ما تنسى المعلومة اللي حصلت فيه، لكن كل أغلب الكلمات اللي مرت علينا والمواقف والقراءات راحت، لكن تبقى لدينا الكلمات أو الأحداث المرتبطة أو الكلمات المعارف المرتبطة بالأحداث. طيب عشان نتعامل مع الآخرين لابد أن نتعرف على شخصياتهم. يعني بعض الناس تيجي تحصل مره ما يبتسم، مره ما يبتسم، عبوس ساكت، احيانا يصيبك بالاحباط في المجلس وانت تتكلم سلبي، فتحاول ايش تسوي؟ تصرف النظر عنه، تركز على الشخص ايش الإجابة اللي يقول يهز راسه ويسلك معك. يشير علي اي بالحيل والله جبيتك ما شاء الله عليك.
هذا الشخص هذا اللي بيهز راسه وبيسلك معك وياخذ ويعطي معك ويتفاعل، والشخص الاخر اللي ساكت، هذا نمط شخصيه والثاني نمط شخصيه مختلفه. وانا لابد ان يتعرف على هذه الانماط اما باختبارات معينه اذا كانوا تحت ادارتي، او بالممارسه اذا كانوا ليسوا تحت ادارتي وانما اتقابل معهم في الميادين العامه، او تنظر الى لغه الجسد وتتعرف على هذا الشخص من تقاسيم الوجه، ان شخصيه مثلا منطقيه، شخصيه ابداعيه، شخصيه خياليه، شخصيه يختلفون الشخصيات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا النظام. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ابو سفيان كان شخصيه قياديه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم انه شخصيه قياديه، ولذلك لم يدخل في دين الله منذ فتح منذ بدايه البعثه الى فتح مكه. ولما فتحت مكة طه من الفي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان الآن نحن منتصرين، تبغى تدخل الجنة أسلم، لا، عزز جانب عنده. الله، إيش الجانب اللي عنده؟ كان جانب القيادة. كان شخص يحب الفخر والقيادة وأنه يحب يكون، يا سلام، فعزز النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن. يا الله، طيب هو يعلم أن دارها ما تكفي، وزوجته قالت والله، هند بنت عتبة قالت والله ما فتي أن ضحك عليك محمد وما تسع دارك. الله، يعني الموضوع مكشوف، لكن هو عنده شيء داخلي. الله، يعزز القيادة. زي مثلا أنا أعرف عندي موضوع ما راح ينحل، لكني أروح عند واحد يعني عاطفي، إيش يقول؟ بسيط والموضوع إن شاء الله، بس عشان إيش؟ يخفف عني الموضوع. نعم، صحيح. أنا أعرف إنه ما حينحل الموضوع، هون علي بس. أيوه، هون عني. نعم. ولذلك أروح، مع أني أعرف إن في شخص أصحاب قرار. شوف الشخصية القيادية كيف، صاحب قرار، لما أروح عند إيش بيسوي؟ ما راح يقول لي بسيط الموضوع، راح إيش يسوي؟ يناقشني في حيثيات الموضوع، يقول لي تستاهل. إيه، اسمع اسمع اسمع، تعلم يا أنت مصنج معه بحصة. اسمع مصنج شلون اسمع يقول. انا اسمع، من اسمع اجل اسمع كذا. ايه، خلك منجنا يا ابو حصه. قلت الله اسكت يا غابر، اسكت على رد الحكي. ايوه، سلبي. فانماط الشخصيه، احيانا الشباب، الواحد من اذا صار في يده قلم وعنده علبه مناديل او ورقه فاضيه او جالس في مكتب يشخبط، من ناحيه الاشكال الهندسيه بعض الناس يرسم دائره على طول، دوائر، وبعضهم يسوي نجوم، وبعضهم يسوي مربعات، بعضهم يسوي مستطيلات. طيب، يوقع على طول. إيه، التوقيعات. لا، نتكلم عن الأشكال. الأشكال، كل شكل يمثل شخصية، وكل شخصية لها مدلولات وصفات. مثلا نأخذ شخصية المربع، اللي هي الشخصية